كنا مجتمعين في شرم الشيخ، وكان المفروض نسافر بعدها على طول جنوب افريقيا، والرئيس كان المفروض يسافر وبلغنا، وكان أظن عباس بكامل هو اللي بلغنا إن مفيش سفرية ولا سعادة الرئيس ولا سعادتك في جنوب أفريقيا، لأنه برضو كان في جمعيات أو جماعات من إخوان حسن البنا رافعين قضية، وفي حكم في جنوب أفريقيا.